أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها الحريري يؤكد عدم تخليه عن قواعد التسوية مع عون، ويقول قناعاتي معروفة وارتهاناتهم مكشوفة. أنا أشك في أن تعطي أمريكا الضغط أخضر لإسرائيل أن تقوم بعدوان على لبنان. اليونيفيل تطلع قيادة الجيش على تقريرها الأولي بشأن الأنفاق، وإسرائيل تواصل تهديداتها. بس القضاء يعطيني إشارة أكد بجيل أوباما. اللواء عثمان يؤكد جهوزية القوى الأمنية لإعادة إحضار وهاب إذا أتتها إشارة قضائية. صباح الخير. أكد الرئيس المكلف سعد الحريري أن البلاد لا تدار تحت ظلال الخلافات بين أبناء الوطن، بل بالتفاهم والمشاركة والتعاون، منتقدا العراقيل أمام تشكيل الحكومة، ومشيرا إلى وجود متضررين كثر من تنفيذ اتفاق الطائف واحترام الدستور والقوانين، وقد أصبح واضحا ما يريده هؤلاء الناس وما هو مشروعهم. إن قناعات السياسية معروفة وارتهانات غير مكشوفة، هذا ما أكده الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري خلال استقباله في بيت الوسط وفدا من اللقاء التشاوري في إقليم الخروب. الرئيس الحريري قال إن ما حصل الأسبوع الماضي أمر يسيء إلى لبنان وإلى عائلتي، وهو ما لن أسمح ولن أرضى به مهما فعلوا، وعلى كل واحد في النهاية أن يتحمل مسؤولية أفعاله. وسأل الرئيس الحريري هل اللغة التي سمعها اللبنانيون والعرب تعبر عن صورة لبنان الحقيقية وعن عادات وتقاليد اللبنانيين، وهل تجسد الصورة التي نريد إعطائها للعالم العربي وللعالم أجمع؟ هل نريد أن نعطيهم صورة الدولة العاجزة عن تطبيق القانون، أم نقدم لهم سيل الخطابات السياسية التي تكيل الشتائم لي ولسواي من دون الاحتكام إلى القضاء؟ فتشهير والقدح والذم هي من صفات مطلقيها، فالله يمهل ولا يهمل. وأبدى الرئيس الحريري كامل ثقته بالنهوض بالدولة ومؤسساتها قائلا إن كل ما يحصل يصب في خانة وضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة، ولفت إلى أن هنالك من يقول أن اتفاق الطائف بحاجة إلى تغيير، مشيرا إلى أن أي دستور نضعه اليوم في لبنان في ظل وجود تصرفات من قبل البعض تخرق الدستور والقانون لا يكون صالحا. وأكد الرئيس الحريري أن آلية تشكيل الحكومة واضحة، وهي تنص على أن يقوم رئيس الحكومة المكلف في التشكيل، وذلك بالتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية، ونقطة على السطر. وختم كلامه بشكر النائب السابق وليد جنبلاط الذي سنكمل المسيرة معه كما قال، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الجماعة الإسلامية لما فيه المصلحة العامة. وقد أبدأ أعضاء اللقاء تأييدهم للرئيس الحريري ولمواقفه وتوجهاته السياسية ودعمهم لمؤسسات الدولة، مؤكدين على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف للخروج مما يعاني منه البلد من تعطيل سياسي واقتصادي. تعليقا على التطورات الحكومية، رفض مصدر رفيع مقرب من الرئيس الحريري رفضا قاطعا تشكيل حكومة من 32 وزيرا. أكد مصدر رفيع ومقرب من الرئيس سعد الحريري أن الرئيس المكلف يتحمل في نطاق صلاحياته الدستورية ونتائج الاستشارات النيابية مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة، وقد بذل أقصى الجهود للوصول إلى تشكيلة ائتلاف وطني، إلا أنه جرى تعطيل إعلانها بدعوى المطالبة بتوزير كتلة نيابية جرى إعدادها وتركيبها في الربع الأخير من شوط التأليف، الأمر الذي يضفي على الحكومة العتيدة شكلا من أشكال الغلبة. يرفض الرئيس الحريري تغطيته بأي شكل من الأشكال. وتابع المصدر لعله من المفيد التفكير بأن الرئيس المكلف كان يتجه إلى الإعلان عن تأليف الحكومة بمن حضر في حال رفضت القوات اللبنانية المشاركة، وأن كل محاولة لرمي مسؤولية التأخير عليه هي محاولة للتعميع على أساس الخلل. وذكر المصدر أن الرئيس المكلف كان صريحا بأنه يفضل العمل على حكومة ائتلاف وطني من 30 وزيرا، وأن الاقتراح الذي يطالب بحكومة من 32 وزيرا هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات، معتبرا أن إعادة استحضار هذا الاقتراح هو لتبرير توزير مجموعة النواب الستة وإنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات، وهو أمر غير مقبول.
وأوضح المصدر المقرب من الرئيس المكلف أن أحدا لا يناقش الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي، لكنه لا يصح أن يتخذ البعض هذا الأمر وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف، كما أن الرئيس الحريري لن يتخلى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس، فحرصه على موقع رئاسة الجمهورية واجب وطني لن يتهاون فيه. وتابع المصدر أن الرئيس المكلف أول المتضررين من هدر الوقت لمعرفته بأن حكومة تصريف الأعمال لن تكون الجهة القادرة على معالجة المشكلات الاقتصادية والإدارية والإنمائية المستعصية، وأن المخاطر الماثلة على الحدود الجنوبية تتطلب حكومة كاملة الصلاحيات. وأضاف أن بعض المصطادين بالماء العكر الذين يأخذون على الرئيس المكلف تعدد جولاته الخارجية يفوتهم أن الرئيس الحريري جعل من الوقت الضائع الذي استنزفوه في تأخير التأليف وسيلة لحماية المشروع الاستثماري والاقتصادي الذي يراهن اللبنانيون على انطلاقه. وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أكد أن الكلام المنسوب إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون حول الوضع الحكومي غير دقيق. اعتبر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن ما نسب إلى رئيس الجمهورية غير دقيق ولا ينطبق مع مواقفه من تشكيل الحكومة. وفي رده على ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من كلام منسوب للرئيس ميشيل عون حول الوضع الحكومي، قال المكتب الإعلامي إن بعض ما جاء في هذا الكلام أتى خارج السياق وأعطي تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقفه المعلنة في أكثر من مناسبة، لا سيما فيما خص العودة إلى مجلس النواب لمقاربة الأزمة الحكومية. وتابع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: صحيح أن الرئيس عون يعتبر أن حق تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور إلى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة، وبالتالي فإذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة فمن الطبيعي أن يضع فخامة الرئيس هذا الأمر في عهدة مجلس النواب. التطورات المتصلة بالوضع الحكومي كانت موضع بحث في لقاءات الرئيس عون مع زواره، وأبرزهم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. اعتبر كل من الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس تمام سلام أن إحالة مسألة التأخير في تشكيل الحكومة إلى مجلس النواب أمر مخالف للدستور ويزيد من تعقيدات الأزمة. اعتبر الرئيس تمام سلام أن ما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية يشكل بدعة جديدة تضاف إلى سلسلة البدع التي ترمى في ساحة النقاش السياسي منذ فترة بهدف خلق أعراف منافية للنص الدستوري. وذكر سلام أنه إذا كان الدستور أعطى رئيس الجمهورية الحق في توجيه الرسائل إلى مجلس النواب عندما يرى ضرورة لذلك، فأنه لم يمنح الرئيس صلاحية وضع مسألة تشكيل الحكومة في عهدته، كما لم يعطي المجلس حق مراجعة التكليف. ودعا سلام إلى معالجة الأسباب الحقيقية للتأخير وإزالة العقبات المفتعلة. بدوره اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن إحالة مسألة تأخير تشكيل الحكومة إلى مجلس النواب سيدخل لبنان في أزمة أكبر وأكثر تعقيدا وخطورة من الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، كما أن ذلك لن يساهم في إيجاد مخرج للأزمة. واعتبر السنيورة أن الإحالة هي مخالفة لأحكام الدستور ومن شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا وصعوبة وخطورة، علما أن مجلس النواب ليس هو المخول بتشكيل الحكومة ولا في التدخل في آلية تشكيلها. وقال ربما من الأجدى بفخامة الرئيس وهو المؤتمن على الدستور أن يعالج الأمر بالتعاون مع رئيس المكلف. علق مرجع قانوني على كلام وزير العدل سليم جريساتي الذي اعتبر أن اللجوء إلى مجلس النواب حول التأخير في تشكيل الحكومة يتلائم مع نظامنا البرلماني الديمقراطي ومع دستورنا. فقال المرجع لتلفزيون مستقبل إن كلام الوزير بدعة دستورية وقانونية لا تمت للأصول بصلة، وهو تجاوز موصوف للصلاحيات المنوطة بالرئيس المكلف ولدور المجلس النيابي في تحديد جدول أعماله. وأضاف المرجع القانوني أن وزير العدل يتحدث بصفته صاحب الفتوى بإعداد رسالة رئاسية إلى المجلس النيابي، وهو يتجاوز صلاحيته في التسويق للرسالة إلى تحديد جدول أعمال الجلسة النيابية، معتبرا أن منبر المجلس متاح للنقاشات والمداولات عند تلاوة الرسالة. كما يعتبر جريساتي أن المجلس قادر على اتخاذ القرارات والتوصيات لأنه المعني الأول بالتكليف وبالثقة كي تكتمل أوصاف الحكومة الدستورية.
سلمت قيادة اليونيفيل قيادة الجيش تقريرا أوليا عن نتائج جولة قوات الطوارئ على الحدود لمعاينة الحفريات والادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود أنفاق تابعة لحزب الله. ماذا تضمن التقرير وماذا سيترتب على لبنان بعد تهديد سلطات الاحتلال؟ التقرير لغيدة جبيلي. من الحدود إلى المراجع الأممية انتقلت معركة الأنفاق بين لبنان وإسرائيل. فبعد تأكد اليونيفيل من وجود نفق في موقع قريب من مستوطنة المطلة قبالة بلدة كفركلة، يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنها أنفاق تابعة لحزب الله. زار قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديلكول قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزي. مصادر متابعة أكدت لتلفزيون مستقبل أن قيادة اليونيفيل سلمت السلطات المختصة نتائج جولتها الميدانية على النفق الذي كشف عنه العدو في منطقة المطلة، وقد بني هذا التقرير الأولي على تحقيقات التقنيين الذين رافقوا القائد العام لليونيفيل في جولته. وأشارت المصادر إلى أن وجود هذا النفق يشكل إحراجا لأكثر من جهة وطرف، وأن اليونيفيل المنتشرة في المنطقة منذ أكثر من 12 عاما ليست في منأى عن هذا الإحراج. أيضا التطورات على الحدود الجنوبية بحثها أيضا قائد قوات اليونيفيل مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وفيما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي أن الاحتلال قد يمد نشاطه إلى داخل لبنان، تستمر حملة التهويل التي يشنها العدو على مواقع التواصل الاجتماعي. وأمام كل هذه التطورات التي تشهدها الحدود اللبنانية، ماذا سيترتب على لبنان بعد تهديد سلطات الاحتلال بالذهاب إلى أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ المجتمع الدولي أيضا للأسف سوف يكون منتقدا للبنان ويطلب من لبنان أن يمارس سيادته عبر قواه الشرعية أي الجيش اللبناني، وأن يتعاون كليا مع قوات الأمم المتحدة اليونيفيل بحسب القرار 1701، وأيضا يتوجب على الأمم المتحدة أن تفرض هيبتها أكثر في منع الخروقات الإسرائيلية. فسوف نستعمل الوسائل الدبلوماسية التي بين يدينا. وعن احتمال شن عدوان إسرائيلي على لبنان، فقد استبعد سفير لبنان السابق في واشنطن هذا الأمر مؤكدا أن لا ضوء أخضر أمريكيا. هذا يرتب يعني مشاكل كبرى وحرب كبرى في المنطقة، لا يستطيع أحد أن يتكهن ربما أين ستبدأ وأين ستنتهي. ميدانيا ولليوم الرابع على التوالي، واصلت جرافات العدو الإسرائيلي وآلياته أعمال الحفر التي تتركز في نقطتي مستوطنة المطلة جنوب كفركلة ومستوطنة زرعيت قبالة بوابة مرواحين تربيخة، فيما لم تستبعد مصادر مراقبة قيام العدو بأعمال حفر على نقاط أخرى على امتداد الحدود اللبنانية الفلسطينية بحثا عن أنفاق جديدة. أما في الجانب اللبناني فتنفذ القوات الدولية دوريات على مدار الساعة وسط أجواء هادئة ومستقرة، وتراقب وحدات الجيش اللبناني الوضع عن كثب بالرغم من الضباب الكثيف الذي يغطي المنطقة الحدودية. وتتابعون بعد الفاصل فعاليات المستقبل في الضنية تعلن تضامنها مع الرئيس الحريري. أهلا بكم من جديد. جدد اللواء عماد عثمان التأكيد بأن قوى الأمن الداخلي تحتكم إلى القضاء، مشيرا في حديث لتلفزيون مستقبل إلى أنها جاهزة لإعادة إحضار وئام وهاب إذا أتتها أي إشارة قضائية بهذا الشأن. التقرير لربيع شنطف. على هامش حفل تدشين مبنى السرية الإقليمية الأولى وافتتاح فصيلتي رمل البيضاء والروش نموذجيتين في اليونسكو، تحدث المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لتلفزيون المستقبل عن مجريات التحقيق في أحداث الجاهلية والخطوات المقبلة. في حملة متجددة على شعبة المعلومات أنه هي عم تتخطى الأمور القانونية. ما في تخطي للقانون عنا نحن. هل صحيح أنه انتم عندكم معطيات بتثبت وبتضحض ما قاله وئام وهاب حول الجاهلية وفي صور رح تكشفوها؟ هيدا كله عم نعمل تحقيق، هلا تحقيق بالمحكمة العسكرية بإشراف فوضى الحكومة، كله بعتقد واضح
ما بده شيء. انا باعتقادي نحن بالنسبه لنا واضحه الامور انه مش قوى الامن اللي اطلقت النار على محمد بوتيب. انت برايك هيك؟ حضرتك شو بتقول؟ لا ابدا، لانه الراي العام عنده هيك تشويش صار. ما هيدا من ضمن حملة التشويش كلها ليلته. هلا انا هل ممكن انه اعادة احضار وئام وهاب اذا اخذتوا اشارة من القضاء؟ قضاء انا لما حدا بس القضاء يعطيني اشارة اتاكد بجيب وبعمل، ويعني اكيد بتاخذوا الاحتياطات اللي احنا ويا فاهم فينا نتصرف على اساس انه لما تجينا اشارة قضائية انا منفذها. وخلال الاحتفال الذي شارك فيه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ وعدد من الضباط، شدد اللواء عثمان على ان القوى الامنية تعرف حقوقها جيدا وتتصرف باشراف القضاء المختص. الشخص الذي هو الذي يراد احضاره يتم احضاره عبر القضاء وليس باشاره من اي ضابط، يصبح موقوفا عند اشاره قضائيه فقط، واي مدعي عام لا يستطيع جلب احد الى التحقيق فليخرج الكل من السجن الان. عن الجانب البريطاني ألقيت كلمات عدة، بينها كلمة للسفير البريطاني أكد فيها دعم لبنان في المجال الأمني، كما عرض فيلم وثائقي تضمن شرحا عن أقسام المبنى الجديد. من بعد التأهيل والتجهيز النتيجة مبنى نموذجي بامتياز بيحترم معايير الأمن والسلام الدولية، غرف استقبال لايقة للزوار، غرف تحقيق عصرية، نظرات آمنة وحديثة. بعدما أصر وئام وهاب على تضليل الرأي العام عما حصل في الجاهلية، أصدر قطاع المحامين في تيار المستقبل بيانا لتصويب الحقائق ووضع الأمور في نصابها القانوني. بعدما دأب وئام وهاب على تضليل الرأي العام اللبناني مستغلا صفته السياسية والظهور الإعلامي للتأثير على المسار القضائي، أصدر محامو تيار المستقبل بيانا صوبوا فيه الأمور، فأشاروا إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على أن مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباطه والشرطة القضائية يساعدون النيابة العامة، وبالتالي فإنه من صلاحيات شعبة المعلومات إجراء التبليغات. وأضاف المحامون أن الإخبار المقدم بوجه المدعو وهاب قد أتى وفقا لأحكام المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على إثارة النعرات الطائفية والمس بالسلم الأهلي. وأوضحوا بأن وهاب قد أعطى ثلاث روايات مختلفة لما حدث في بلدة الجاهلية، فترة صرح بأنه كان على بعد 5 أمتار من أبو دياب، وترة أخرى بأنه كان على مائدة الطعام، وطورا بأنه لم يكن في المنزل أثناء إطلاق النار. ومما جاء في البيان التوضيحي بأن وهاب قام بتوزيع شتائمه على العديد من الشخصيات بما فيها الرئيس سعد الحريري ومدعي عام التمييز ومدير عام قوى الأمن الداخلي، وادعاءاته ووكيله بأن لديه حصانة سياسية هو أمر مخالف للدستور. لذلك دعا المحامون وهاب للكف عن محاولاته إثارة الرأي العام والتعرض للسلطة القضائية وعدم التلطي وراء غرائز مذهبية أو مناطقية حفاظا على السلم الأهلي. أصدرت القوى الوطنية السياسية والاجتماعية والمدنية في السويداء بيانا استنكرت فيه تصريح مشيخة طائفة الموحدين الدروز في السويداء حول الانتصار لوئام وهاب في لبنان، وكذلك التصريح الصادر من جهاد الأطرش. واعتبر البيان أن التصريحين لا يمثلان أهل محافظة السويداء ويشكلان تدخلا لا مبرر له في الشأن اللبناني وخطابا فتنويا، واتهمت القوى وهاب بارتكاب جرائم بحق السوريين من خلال بث الفتن بين أبناء المحافظة. في بيت الوسط التقى الرئيس سعد الحريري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة بيرنل كاردل، وعرض معها آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. ومساء استقبل الرئيس المكلف وفدا من الخريجين من مؤسسة جان شارل بونانفون في كيبك، اطلع من الرئيس الحريري على موقفه بشأن الإصلاحات في قوانين الانتخاب والنظام القائم في لبنان بهذا الخصوص. ثم اجتمع الرئيس الحريري إلى رئيس مؤسسة كارنيجي للشرق الأوسط ويليام بيرنز في حضور الوزير غطاس خوري، وعرض معه الأوضاع العامة.
تداعت فعاليات تيار المستقبل في الضنية إلى اجتماع في مكتب المنسقية أكدت خلاله تضامنها مع الرئيس الحريري، وشددت على أن مسيرة بناء الدولة وصناعة المؤسسات التي بدأها الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن توقفها أصوات النشاز. إن الحملة الإعلامية المبرمجة والتي تصدر عن أبواق فتنوية ليست إلا صدى لمشروع تخريبي يتربص بلبنان الشر في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. إن التطاول على القامات الوطنية من بعض الأقزام الذين يعانون من إعاقات فكرية وتصدعات أخلاقية سيزيدنا تمسكا بقناعاتنا وإيمانا بأدوارنا الوطنية ووقوفا مع الرئيس سعد الحريري في نضالاته الوطنية ومبادرته الجريئة وحلمه الكبير. دعوة القضاء والقوى الأمنية إلى القيام بدورهم بموجب القوانين المرعية الإجراء ومحاسبة الساعين إلى إشعال الفتن داخل البلد وإثارة النعرات. دعوة كوادر وجمهور تيار المستقبل إلى عدم الانجرار لأي تصرف أو ردة فعل تخالف أبجدياتنا السياسية. أوقفت جمارك مطار بيروت كلا من حاء دال وميم ميم اللذين كانا قادمين من مطار كالينسا في ميلانو إلى لبنان بجرم نقلهما أموالا عبر الحدود دون تصريح، وبلغت كمية الأموال المنقولة 500,000 يورو، وقد تبين أنهما كانا ينقلان الأموال لصاحبها حاء عين الذي سيخضع للتحقيق بعد مراجعة المدعي العام التمييزي. وتتابعون بعد الفاصل. اعتقالات تثير غضب الشارع الفرنسي والداخلية تحذر. بالانتقال إلى الأخبار الدولية والإقليمية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا فيديو وصف بالصادم لطلاب اعتقلتهم الشرطة بعدما اتهمتهم بإثارة أعمال شغب. يأتي ذلك عشية التظاهرات التي دعت إليها حركة السترات الصفراء وسط استعدادات أمنية مكثفة من جانب الداخلية الفرنسية، حيث تم نشر 89,000 عنصر من الشرطة في أنحاء فرنسا، 8,000 منهم في باريس. وتحسبا لما قد يستجد، أعلن برج إيفيل إغلاق أبوابه أمام الزائرين، فيما دعت عدد من السفارات الأجنبية رعاياها إلى توخي الحذر. أعلنت مصادر في الأمم المتحدة أنه لا يوجد سقف زمني محدد للمحادثات اليمنية الجارية في السويد، طالما أن وفد الحكومة الشرعية ووفد الحوثيين مستمران في مناقشة إجراءات بناء الثقة. تزامنا، رفض وفد الحوثيين الشرط الذي وضعه وفد الحكومة الشرعية من أجل فتح مطار صنعاء والقاضي بتفتيش الرحلات، كما رفض تخلي الميليشيات عن السلاح قبل تشكيل حكومة جديدة. في المقابل، طالب وفد الحكومة الحوثيين بتسليم الحديدة ومينائها إلى القوات الشرعية، بينما تتواصل المفاوضات حول تبادل الأسرى بين الطرفين. يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض يوم الأحد المقبل برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأعلن الأمين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني أن القادة المشاركين سيبحثون ما أنجز في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية. أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الجمعة 37 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة. قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر باتجاه تجمع للمتظاهرين لحظة اقترابهم من السياج الفاصل شرق خزاعة جنوب القطاع، وسط انتشار لقناصة الاحتلال خلف السواتر الترابية، كما تعرض المتظاهرون لقنابل الغاز وبشكل كثيف شرق جباليا شمال غزة. وفي الختام أذكركم بالعناوين.
الحريري يؤكد عدم تخليه عن قواعد التسوية مع عون، ويقول قناعاتي معروفة وارتهاناتهم مكشوفة. أنا أشك في أن تعطي أمريكا الضوء الأخضر لإسرائيل أن تقوم بعدوان على لبنان. اليونيفيل تطلع قيادة الجيش على تقريرها الأولي بشأن الأنفاق، وإسرائيل تواصل تهديداتها. بس القضاء يعطيني إشارة أكد بجيب أوباما. اللواء عثمان يؤكد جهوزية القوى الأمنية لإعادة إحضار وهاب إذا أتتها إشارة قضائية. ومع العناوين تنتهي النشرة، شكرا لكم.